بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم أحباء المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام وضيفي الكريم سماع الشيخ أحمد الشيخ حياكم وبياكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أيها بس. المشاهدون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يحفظك الله شاء الله وبركاته محمد, محمد. الله يحفظك شاء الله. الله يحفظكم نستهل البرنامج حقيقة أو هذه الحلقة من البرنامج سماحة الشيخ بسؤال من الأخ حسين البصراوي يقول أريد علاج لحب الشباب بالنسبة إلى حب الشباب غالبا ان الشباب في سن الحراره والرطوبه ومنشأ هذه البثورات ترجع الى قضيه الحراره والرطوبه في بدن الشباب ولهذا مثلا شوف تظهر البثورات على الوجه في ناحيه الوجه لارتفاع الحراره ولذا عندما ناتي اولا الى العلاج يعني اولا الحميه من الاطعمه الحاره والرطبه كالأطعمة المقلية بالزيوت جدا مضرة لقضية الشباب ولظهور البثورات على الوجه الحلويات الصناعية بين سعرة حرارية كثيرة وهذا يسبب خروج البثورات أكثر وأكثر الوجبات السريعة الشباب كثير لهم ميلان إلى الوجبات السريعة كالبيزا وما شابه هذه الأمور البيبسي وما شابه هذه الأمور كلها تزيد هذه الحالة على الشباب ثانيا أفضل علاج للشباب في هذا العمر وفي هذه الحالة قضية الحجامة 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 أفضل علاج لقضية البثورات بحسب حالة المصاب بهذه الحالة يعني البثورات مرحلة مرحلتين ثلاث أربعة خمس مراحل يعني نكون نشوف الشخص ممكن لها ثلاث أربعة خمسة ست مراحل في كل في وسط كل شهر قمري يحتجم مرة بين كتفيه نعم. فهذه جدا حالة نافعة الآن إذا ما ارتفعت الحجامة تحت الذقن الحجامة تحت الذقن فتكون نافعة للشباب لرفع هذه الحالة يعني بثورات الوجه مسح دهن البنفسج على الوجه في الليل، يجي مقدار من دهن البنفسج وقبل النوم يمسح على وجهه دهن البنفسج. استخدام العرقيات الباردة مثلا كعرق شاطرة مثلا او عرق الهندباء مثلا جدا جدا نافعة او مثلا مطبوخ العناب كذلك نافع لرفع هذه الحالة. ان شاء الله ببركة ما ورد عن أمة أهل البيت العمومات فنحن نداوي الحارة بالبارد والبارد بالحار, بالحار, بالحار. هذه باعتبار أن هذا المرض منشؤه الحرارة فالعلاج يكون بماذا؟ بالأشياء الباردة وأكو بعد علاج آخر وهذا أمنية كل شباب الزواج نعم. الزواج هو جدا مهم مهم لي هذه رفع هذه الحالة يحب الشباب يحب الشباب باعتبار أن هذا المرض هو من كثره هذا هذه الحاله مو مرض ان شاء الله لكن هذه الحاله اللي متاذين من عدة الشباب او الشابات مثلا هذا من ترك الزواج تاخير في ترك الزواج تزداد الحراره عند الانسان فالزواج يكون طبيعته بارده ورطبه فهو جدا جدا نافع لرفع هذه الحاله وازالتها ان شاء الله ان شاء الله تعالى الشيخ بارك الله بكم يمكن الكثير من الشباب الان يرتاحون لهذا ايه نعم الزواج. يرتاحون ليش ما يرتاح. <applause> ايه نعم في قضيه <applause> الزواج يرتاح كل شباب يعني <applause> امنيه كل شباب ان يتزوج إن فاذا انصح جميع الشباب بان يتزوجون بسرعه ان شاء الله ان شاء, إن شاء الله بارك الله بكم سماحة الشيخ ايضا سؤال اخر حقيقه من احد الاخوه يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يعني باللهجه الشعبيه حقيقه احنا ننقل السؤال كما يصلنا نعم يقول اخي اكو فد واحد من الاصدقاء احد الاصدقاء عنده بمرض صرع وما خلينا طبيب ولا طب شاب كل ما فاد نعم. يعني اي علاج ما فاد وياه فهل يوجد علاج حقيقه في طب أهل البيت عليهم افضل الصلاه السلام بالتاكيد يوجد علاج ان شاء الله ان شاء الله نعم 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 باب نجاة الام ان شاء الله لا بد أن نعرف أن هناك نوعين من الصرع صرع من شأه الحرارة كثرة الحرارة وصرع من شأه البرودة أكثر الصرع الموجود الآن يعني بحسب تعايش الناس بحسب الأوضاع الحرجة اللي الآن من التقدمات التكنولوجية وغير وما شابه هذه الأمور غالبا الصرع من نوع البارد لكن علائم للصرع الحار ممكن هذا مبتلي بالصرع الحار يداوون بالأشياء الحارة ما يشوفون النتيجة أو مبتلي بالصرع البارد يداوون بالأشياء الباردة ما يشوفون النتيجة لهذا أكو علائم للصرع الحار مثلا إحمرار الوجه والشفتان جدا هذا في حال الصرع الحار الوجه يحمر الشفايف مثلا تحمر إحمرار العينين وحالة من الغشوة تأتي للشخص المصروع هذا يقول له صرح حار هاي علامة الحار فعلاجه يكون بماذا؟ بالضد يعني بالأشياء الباردة لا. مثلا استخدام الأطعمة الأشربة الباردة كالمثلا العرقيات عرق الهندبا مثلا أو الخل الطبيعي مثلا بعد طعام أو مع مقدار من الماء أو سكنجبين مثلا يشرب سكنجبين الطبيعي المصنوع بالعسل وعرق الهندباء حلو نافع له والخل الطبيعي هذا المصنحه كذا يقولوا للسكنجبين الطبيعي والتجنب من الاطعمه الحاره مثل الاطعمه المقليه بالزيوت جدا مضره لهكذا صرع نعم الحجامه جدا نافع نافعه الحجامه لقضيه الصرع الحار من نوع الحار واكد القضيه بين الكتفين واذا كانت شرائط المريض مناسبه حجامه الراس نافعة لهذا الصرع لهذا النوع من الصرع وضع العلق الطبي دودة خاصة يعني خلف الأذن جدا نافع لعلاج أنواع الصرع مو بس هذا أنواع الصرع نافع شنو الصرع البارد شنو الصرع الحار العلق الطبي فهو نافع لعلاج أنواع الصرع تقطير دهن البنفسج في الأنف في الليل عند النوم فهو نافع لهذا نوع من الصرع كذلك نوع البارد. الان بالنسبه الى علاج علائم الصرع البارد. علائم الصرع البارد بروده البدن يعني اذا تمسك البدن شوفوا شنو هو بارد. الانحناء في الجسم او الارتخاء في الجسم، شوف يصير نوع من الارتخاء رخوه تصير بالبدن. هذا النوع علائم الصرع البارد. ابيضاض الوجه والشفتان تبيض شوف بياض يصير. بعكس ذاك اللي كان وجهه يحمر والشفايف مثلا صار حمراء لكن هذا بالعكس وجهه يميل إلى الصفرة أو إلى ماذا إلى البياض فإذا هذه علائم الصرع البارد فعلاجه ماذا يكون بالضد يعني بالأشياء الحارة مثلا استخدام الأطعمة والأشربة الحارة تجنب من الأطعمة الباردة مثلا كالطرش مضر الخل مضر الأشياء الحامضة مضرة الزبادي الخيار، كثرة أكل السمك، الشاي، القهوة، الماء البارد، البيبسي جدا يضر بهذا المريض المصروع، ولهذا الحمية رأس كل دواء، الحمية أصل الدواء وأصل العلاج، إذا ما يراعي الإنسان ونعطي العلاج ماكو فائدة. نعم. بعد الحرمل جدا نافع لهذا المرض، الحرمل جدا جدا لكن بشرط. اللي ما عنده مشكلة في المعدة ما عنده ارتفاع بالضغط هذا هم كنا الراعي القضية المهم مرأة لا تكون مثلا مرأة مصروعة وهي حامل مثلا تصرف الحرمل لا لا ممنوع ملعقة متوسطة في الليل قبل النوم يفركه بيده ينقيه من الحصو أو الغبار عليه يفركه بيده يبتلعه بلا علك يبتلعه مع شيء من الماء فهو جدا جدا نافع لعلاج الصرع من نوع البارد بعد العسل والحبة السوداء ملعقتين صباحا ومساء هذه الأمور التي أذكرها العلاج يعني يطول مدة أربعين يوم إلى مئة وعشرين يوم يعني لا تتصور يعني بسرعة الإنسان يحصل على النتيجة تدليك الرأس والرقبة بزيت الحبة السوداء يدلك رأسه ورقبة بزيت الحبة السوداء أو السمسم دهن السمسم يدلك نفسه يدلك الرأس والرقبه في الليل، استشمام دخان الحرمل على الدوام جدا نافع لان طبيعه دخان الحرمل حار وجاف وهذا المرض ناشئ من البروده والرطوبه فهو يعالج بالضد. تدليك كل البدن يدلك كل البدن يعني أن واحد يجي يدلكها من الرقبه الظهر الباطن مثلا الاقدام الساقين جميع البدن اما بزيت الزيتون واما بزي بدهن السمسم جدا نافع القضيه آه بعد آه عندك البادرنج بويه الان اما يعبرون عليها بالبادرنج يخدر مقدار من هذا العشب آه او يسمونه حشيشه الخل ما اعرف باللهجه اما يقولوا له بالروايات موجوده او حشيشه الخل مع مقدار من الماء ويشرب مع العسل ان شاء الله جدا نافع لكن العلاج الاصلي باعتبار انه هو القران والدعاء والاستغفار والصدقه والحمد والاحراز لان سبب هذا المرض في روايات اهل البيت المنشا الاساسي هو الجن 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 ولهذا افضل العلاج ان تاتي الى الدعاء إلى القرآن، إلى الاستغفار، إلى الصدقة، لهذا عندما تأتي إلى رواية عن رسول الله اللي منشأ هذا المرض هو الجن، يقول فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكره لأمتي أن يغشى الرجل أهله في النصف من الشهر أو في غرة الهلال يعني أول الشهر وآخر الشهر المقاربة الجنسية ممنوعة مكروهة لأن إذا ابتلى الإنسان بولد يبتلى بولد شنو هو مصروع ولهذا الرواية للبيت تقول أنه سببه الجن يقول أول الشهر آخر الشهر فإن مردت الجن والشياطين تغشى بني آدم فيجيئوه ويخبرون أما رأيت المصاب يصرعوه في النصف من الشهر وعند غرة الهلال يعني شوية التفت إلى المصروع شوف أول الشهر ووسط الشهر إذا شفت ازدادت حالته ازداد هذا الصرع عنده أعرف أن القضية من أين منشأها منشأها من الجن فلا بد من الأحراز فلا بد من الأدعية اللي التي وردت عن أمة للبيت لا إلى فلان وفلان يجون أكو ناس يعني يعني مخلين يعني شنو ناس مقصة يسلبون أموالهم يسلبون شرفهم واقعا يعني يأخذون أموال الناس بالكذب ما أعرف أن هذه الأمور من أين بلا الرجوع إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن أهل البيت قد عالجوا هذه القضية حتى أن لو كان المصروع بقضية الجن أكو عندنا بخور اسمه بخور السيدة مريم سلام الله عليها من تعاليم أهل البيت موجود هذا البخور أنا تركيبة خاصة وجدا صعبة فاذا بخور السيده مريم يدفع الجن، بالاخص هذا من هذا النوع ان شاء الله، المصروع وما شابه هذه الامور ان شاء الله ببركه اهل البيت ترتفع. هذا بالنسبه لجواب هذا السؤال. احسنتم سماع الشيخ طيب الله انفاسكم نطلع فاصل ان شاء الله ونرجع الى خدمتكم. ان شاء الله. احبائي المشاهدين فاصل ونواصل ان شاء الله. حياكم الله احبائي المشاهدين مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه متواصلين معكم من برنامج طب اهل البيت عليهم افضل الصلاه وازكى السلام ضيفي الكريم سماحه الشيخ الله يحفظك ويد ان شاء الله بالخدمه حبيبي الشيخ. الله, يحفظك الله, يحفظكم نتواصل سماحه الشيخ حقيقه في الاسئله الكثيره من الجمهور حقيقه من المشاهدين الكرام حول طب اهل البيت عليهم افضل الصلاه وازكى السلام ايضا سؤال من احد الاخوه يقول أه السلام عليكم رجاء ما هي الاطعمه التي تضر أه بمريض ارتفاع ضغط العين أه نعم. ايضا وان وجد علاج فما هو يرحمكم الله أه الاطعمه التي تضر العين عموما بل هي مضره عموما للبدن أه بالنسبه لابد ان نعرف كل ما يعرقل عمليه جهاز الهضم فهو مضر لجميع البدن عموما وللعين خصوصا باعتبار انه العين عضو حساس فما يضر جميع البدن يضر العين فاذا الجهاز الهضمي وقع فيه اختلال قطعا يضر العين نعم. ويضر جميع اعضاء البدن لكن العين نقول العين خصوصا باعتبار ان العين عضو حساس ولذا المضره تكون عليه اكثر النتيجة لسلامة العين عموما لا بد من الحفاظ على الجهاز الهضمي فكل شيء يضر بالجهاز الهضمي يضر بالعين الآن طبقا للتحقيقات التي جرت على الأطفال المصابين بضعف البصر أكثرهم كانوا مبتلين بالإمساك في البطن أكثرهم يعني مبتلين البطن ما تمشي عنده نعم. إلا أن ذاك الطفل اللي ضعف البصر عنده حالة وراثية ذاك قضيه تختلف جانب, جانب اخر لكن عموما الطفل لامر عارضي مثلا يضعف البصر عنده شوف عنده اختلال في جانب الجهاز الهضمي ولهذا الامام الصادق عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام اشار الى القضيه والمعده بيت الداء لا. يعني اذا الامراض كلها تتكاثر منين من المعده من المعده والحميه راس كل دواء الان حينما ناتي الى الأطعمة الضارة مثلا الماء البارد يعرقل الجهاز الهضمي بطبيعة الحال يعرقل قضية العين البيبسي وما شابه هذه الأمور الوجبات السريعة كالبيتزا ما أدري تعرقل مضرة جدا جدا بالجهاز الهضمي إذا اختل الجهاز الهضمي اختل جميع البدن من جملتها قضية البصر الحلويات الصناعية جدا مضرة للأطفال وما شابه الأطفال يعني او النساء اكثر بعد عرضه الاطفال والنساء عرضه اكثر للامراض من خلال الاطعمه او الحلويات كثره الاكل جدا جدا مضر للجهاز الهضمي فهو يضر بصحه العين هناك بعض الاعمال تضر بصحه البدن بالاخص العين اكو شنو هاي اللي تضر قله النوم والسهر ذاك كان آآ آآ الاطعمه هذا بالنسبه قضيه اعمال موجوده قله النوم والسهر الانسان اللي عنده قليل النوم او يسهر كثير قطعا عينه راح تضعف بعد المطالعه في غرفه في غرفه ظلماء يجي طالع في غرفه مثلا ما بها اضويه هذا يسبب شنو هو ضعف البصر المطالعه في حاله الحركه مثلا جالس بالباص ويقعد يطالع هذا التحرك يسبب هو؟ ضعف البصر وردت عده امور في روايته للبيت عليهم السلام مضره بالعين يكره العمل العمل بهذه الامور مكروه مثلا الجماع مع امتلاء المعده يعني الانسان المعده ممتلئ شبعان يشبعان ويروح مثلا المقاربه الجنسيه جدا مضره بصحه العين بعد اطاله شعر الراس أن واحد يطيل شعر راسه روايته للبيت تمنعه من هذا كراهية هذا العمل أطفال كثيرين إيه يعني... مع الأسف بعض الآباء يريد يجمل ابنه وإن كان تجميل الابن له مضرات كثيرة يعني مضرات ثقافية اجتماعية ومضرات صحية على الطفل أنت يعني أنت محبة والطفل شو يعرف الأب يجي مثلا يطول شعر ابنه حتى أنه يقول أن ابني مثلا جميل أو يحب من الح... لكن هذا بالنسبة مضرة لصحة الطفل باكر تروح تودي له توديه الى الطبيب طبيب العيون مثلا كنت تخلي له نظاره لماذا يعني بعض الاباء ما يراعون صحه ابناء صحه ابنائهم فاذا المهم اطاله شعر الراس هذا يسبب شنو هو ضعف البصر بعد نت نتف الابطين ان يزيل شعر الابطين حسب بالنسبه الى النساء يعني ازاله هذا الشعر الزائد تحت الابطين لا بالنتف لابد ان يستخدمون النوره. النوره هي نافعه ومستحبه ان الانسان يستخدم النوره وهي نافعه ومزيله لبعض الامراض مثل السرطان. لان فيها ماده اوليه ضد السرطان. لهذا الانسان اذا ياتي الى النوره يستخدم النوره لا يبتلي بهذا المرض ان شاء الله. ان شاء الله. بعد من جمله الامور اكل السمك الطري يعني على الدوام. سمك الطري كثرة أك باعتبار أنه فيه رطوبة وبرودة كثيرة وضعف العين غالبا يأتي من ماذا؟ من كثرة البرودة والرطوبة في جانب الرأس هذا يسبب ضعف البصر من جملة ضغط العين كذلك ده. بعد لبس النعل الأسود بعد كثير من الناس يلبسون الحذاء الأسود الحذاء الأسود ما هو ماذا؟ يضعف البصر بعد ويرخي الذكر يعني تقليل همه الرجل ويورث الهم يعني هاي المضرات كلها بالحذاء او النعل الاسود. بعد الان هذه الامور التي ذكرت في روايات اهل البيت هي مضره للعين بالاخص ضغط العين يعني انواع الام العين فاذا عموما هذه الامور كلها تسبب الضعف لكن الاطعمه النافعه النافعة للعين، شنو هالأطعمة النافعة؟ جميع الخضروات والفواكه نافعة لسلامة البدن بالأخص العين، مثلا من جملتها الجزر، الجزر هو نافع لصحة العين وتقوية العين، المشمش نافع لتقوية العين، البرتقال، الفاصوليا الحمراء، هاي نافعة لتقوية البصر. لكن لرفع ألم العين ممكن واحد من كثرة الضغط اللي موجود في عينه عنده ألم ولا بد أن يعمل بماذا تقليم الأظافر يوم الخميس هذا يرفع آلام العين سبحان الله بعد ماء السماء إما يشرب وإما يمسح عيونه بماء السماء فهو نافع لرفع الألم من العين صلاة توجد لرفع وجع العين، اذا واحد ابتلى بوجع في عينه يجي يتوضا ويصلي ركعتين من الصلاه، يقرا الحمد ويقرا سوره الكافرون ثلاث مرات بعد الحمد ويقرا آية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو الى اخر الايه. نعم. آه فهذا نافع لرفع الم العين، لكن آه لعلاج ارتفاع النساء اذا اكو علاج لارتفاع لارتفاع ضغط العين لا. شنو العلاج العلاج هو الاستغفار هو الدعاء هو مسح تربه الحسين عليه السلام في اوقات الصلاه على العين انسان يمسح تربه الحسين في اوقات الصلاه على العين راسا يعني فيه يعني عجائب يعني ما شاء الله بعد تقطير العسل في العين في الليل أن بالليل يرقق العسل بشيء من الماء ثم يقطر في عينه من العسل إلى أربعين أو مئة وعشرين يوم يكرر هذا العمل ليليا فهو نافع الحجامة إذا كان الشرائط موجودة للمريض العلق جدا مهم مهمة قضية العلق وتجربة ثابت أن العلق رافع لضغط العين كحل الإثمد اللي ورد في روايات أهل البيت لكن بالمراود تكون بعدد الفرد يعني يبدأ باليمنى وينتهي بال اليمنى فإذا واحد اثنين ثلاث خمسة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة وسبعة وهكذا فإن ها هذه الأمور نافعة لعلاج ضغط العين ببركة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام, الله والسلام الله. إن شاء الله أحسنتم سماحة الشيخ طيب الله أنفاسكم أه حقيقة أنا ما عندي وقت ما أدري كم دقيقة بقت عندي دقيقتين يعني عندنا سؤال أيضا أحد الأخوة ولو باختصار سماع الشيخ يقول السلام عليكم اريد علاج لوجع الاسنان لوجع الاسنان هناك رقيه خاصه عن الامام الصادق سلام الله عليه عن عطاء عن الصادق قال شكوت اليه ما القى من ضرسي واسناني وضربانها ضربانها فقال تقرا عليه سبع مرات بسم الله وبالله اسكن بقدره الله الذي خلقك فانه قادر مقتدر عليك وعلى الجبال اثبتها واثبتك فقر حتى ياتي فيك امره وصلى الله على محمد وآله هذا يقرا الرقيه على الضرس نعم. هذا الشيء الثاني جدا نافع لرفع الم الاسنان دهن الحنظل ياخذ اذا كان الأسنان كانت الاسنان مسوسه فيقطر عند النوم يقطر فيها قطرتين او ثلاث وثم يقطر في أذنه التي في جانب الألم نعم. يقطر في الأذن خلال عشر دقائق أو ربع ساعة إن كان الدهن يعني أصيل كان الدهن بصورة التي ورد عن أئمته للبيت بهذه الصورة كان أصيلا يقطع الألم وحتى يمنع تخريب الأسنان يمنع يعني الآن هذا الضرس مسوس إذا تريد بعد أكثر من هذا ما يسوس إذا تريد ما يوصل الألم إلى العصب نعم. فاستخدم دهن الحنظل فيتوقف التخريب في الضرس، جربنا هذا الشيء. نعم. يتوقف التخريب بواسطه استخدام دهن الحنظل، هذا بالنسبه لاجابه هذا السؤال على الاختصار. الله يحفظك، الله بارك الله فيكم، سماح الشيخ وقتي انتهى. الله جزاكم الله خير جزاء سماح بيحفظكم. الشيخ أحمد الله يحفظك. الله يحفظك. الاحسائي شكرا الله يحفظك ويدك ان شاء الله بالخدمه حبيبي. الله يحفظكم. نعم احبائي المشاهدين، هكذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام نذكر السادة المشاهدين كالمعتاد لأي أسئلة أو استفسارات أو انتقادات بالإمكان زيارة الصفحة على الفيسبوك باسم الرادود الإعلامي حسين الأميري تقبلوا تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>